فسموه العين التي ترى كل شيء. والتجارب هذا المجال لا ندري إلى أين تطورت ووصلت، وفي هذا الحال صار من الممكن التحكم في الشخص وجعله يفعل كل ما يشاءون، وهذه العملية صارت أكثر نجاحا من التنويم المغناطيسي بدرجة 90% من الحالات. لقد كان أعظم اكتشاف، فقد صار من الممكن توجيه أفراد وجماعات وحيوانات وحشرات مثل الجراد، ونقل أشياء عن بعد وتحطيم أخرى عن بعد، وتشويش على برامج تلفزيونية. فقد صار كالحكم المطلق، وأشياء بشعة تم إحداثها، والله أعلم. وفي عام 1979 كان كل شيء معدا، وتم توزيع أشرطة فيديو على كل وكالة حكومية لتوجيه الجماهير والتحكم فيها. فبدأ بشكل كبير محاولة في التحكم في الزمان والسفر عبره وفي الفضاء، إنشاء علاقات مع الحضارات الفضائية والسماوية، وتم التعتيم على كل ذلك. منذ سنوات السبعينيات كانت البحرية الأمريكية قد تمكنت من السفر عبر بعض الأنفاق الزمانية، واستعملتها لزيارة كواكب مثل المريخ مارس ومستعمرات مريخية أنشئت منذ ذلك الوقت، وحتى القمر. وبهذا الكرسي صار بإمكانهم السفر أينما أرادوا في الفضاء الزماني بفتح شلخ في الأثير، بتوجيه أفكار الجالس على الكرسي إلى مكان معين وزمان محدد، ليحدث دوامة تأخذك إلى ذلك العهد. والكمبيوتر كان يسجل كل الأفكار التي يرسلها الجالس PSE، وبعد تسجيلها يعاد توجيهه هما لفتح نفس الممر الزماني دون مساعدة الجالس PSE إلى نفس المكان ونفس العهد. هذه الدوامات أو الشرخ قد يصل قطرها إلى حوالي 15 كيلومتر، والأرض محاطة بسياج من الطاقة، من طاقة متذبذبة، والذي يصل إلى الذروة كل 20 سنة، وهو يحدث في 12 أوت 1943، 12 أوت 1963، 12 أوت 1983 إلى آخره. والأمر بإجراء القفزة أو التجربة في 12 أوت 1983 أعطيت من طرف شخصية من مجلس الكوني التي يتكون من بشر وفضائيين، وهذا التاريخ اختير من طرف هذه الهويات التي الآن، لأن التجربة تتيح ترك ثغرة زمن كانية في مجالنا الأرضي، يتيح لهذه الكينونات للقدوم إلى الأرض بفيالقها وصحونها الطائرة، واستعمال خطنا الزماني للسفر إلى ما قبل الكارثة الشعرة سقوط النجم. الكارثة، الكثير من الأعراق والمجموعات الفضائية ساندت تجربة 1983. الكونفدرالية الليريين، لا كونفدراسيون دوريون، كوكبة الشرق. 2، مجموعة أنتاريا، لي غروب دانتاري. 3، ومجموعة أوريون، جروب دوريون.